ايه؟ انت عايزنا نروح بعربية البحر؟ ما انت طبيعي يا ابني انت في الساحل يا ابني. بحر. احنا فين دلوقتي والمود العام اللي حواليك والدنيا؟ بحر ليه دايما انت بتدعي؟ ايوه ليه دايما بتدعي ان انت ما بتحبش الصيف؟ رغم ان انت من جواك ثانية بس بتحب سانية. الصيف انا مش بتدعي انا بحب الصيف من بعيد طب بتشتم فيه ليه؟ لا احب الصيف وانت قاعد على البحر طب ما هو ده الصيف. لا واحنا قاعدين طول الوقت على عبر... اه هنا في نقطة. آه. لو انت من مدرسة الثلاث شهور البحر تمام بس انا مش تلات شهور بحر. طب انا هفهمك رأيي انا انا انت من الناس اللي بتقعد تقول انا بحب الشتاء اكتر وأنا وانا الناس بقول بكره الشتاء وبحب الصيف اكتر. م. انا مش بح... لما اقول بحب الصيف مش قصدي ان انا بحب ابقى في القاهرة على درجة حرارة 45 ونازل الشغل الصبح والكلام ده. انا بتكلم على المود العام، الشتاء جامد كأيب. جامد كئيب مش كئيب جامد لابس لبسك إيه؟ الحلو ومتغطي كويس وبعدين إيه يعني ايه انا معاك للاخر لابس لبسك الحلو اللي هو ايه؟ انت عارف ان انا بعرق في الشتاء اكتر من الصيف؟ دي مشكلتك غير, غير سربنتينا <applause> <مع تصفيق> عندك في حاجه عندك في التبريد متكتف وبعدين يقول لك الشتاء اشيك لا, لا, لا الشتاء مش اشيك لابس بقى انا بلبس البيجامه فوق الجاكيت فوق وانت الحاجات. خارج كده فاهم والبظابيس جوه مستخبيه و... اه دي ماشي دي الحاجه الوحيده الكويسه في الشتاء انك انت بس تطلع منه تخين على حسب بتدب ايه؟ آه يعني لو وانت بتدب إيه الحلويات بالليل دي كارثه انا 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 وانت حلويات بالليل معروف انا بشوف ان الصيف بصراحه اجمل وقت في السنه كلها اللي هم شهر 6 و7 و8 وممكن تدخل عام 9 كمان جامد انا بحب يعني بص 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 انا معاك ان الصيف جامد وبنقضي فيه وقت حلو وبنستمتع فيه بحاجات كتير قوي بس هو اصل انا انا اصلي بحب الصيف بتاع زمان شويه الصيف بتاع زمان جامد صيف زمان بقى وفهم يعني انا المود ده اللي انا قاعدين فيه انا وانت ده ناقصه حاجتين ناقصه فطيره مشكل جبن لا الفطيره ما بيبقاش على البحر الصبح ده ايه ده ده فطيره مشكل جبن الصبح اه مشكل جبن فريسكا انا قلت هتقولي فريسكا لا لا فريسكا ايه فطيره مشكل جبن ماشي واللي هي اللي بقى مش الشوكولاتات ولا ايه اضافه كيري انت نسيت تقول اضافه لا لا كيري بحب اضافه كيري لا 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 هي مشكل جبن والثانية اللي انا بحبها بتاعت زمان بقى اللي هي قشطه وعسل وحلاوه ده حلو قوي بس على الغدا ده او العشاء لا ما ده ده فطار ده 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 آه صيف آه زمان ده, ده كان آه في صحه زمان في آه ده فطار زمان ايوه آه آه الغدا آه معروف طب انت صيفك زمان كان فين؟ على حسب كل مرحله ليها وقتها يعني صيف زمان بالنسبه لي كان كل وقت ابتدى كلنا باسكندريه انا انا ايام آه اسكندريه آه ومعموره آه يا لهوي صيف في المعموره محدش عارف يكلمك آه آه عايز حاجه تاني من الدنيا ولو انت ما, ما خلاص بقى مقطع الدنيا آه عندك شريف المعموره يا خبر ابيض أيوة. هو مش دايما ما بيبقاش ملك يعني انت دايما تروح 15 مستأجر. يوم مستاجر لا 15 يوم بتوع الصيف اه اوكي اه هم آه. هو الصيف كان بالنسبه لي انا زمان مع ابويا وامي اه 15 يوم بس بقعد عليهم السنه كلها معموره اه يا لهوي على المعموره انا انا بدات المصيف بصراحه اللي انا يعني مش فاكر ان كن احنا كنا بنروح اسكندريه بس كانت العجمي العجمي برضه كان بتاع احنا كنا في الهنوفيل بقى اه الطبقه كنا قاعدين في الهنوفيل عندنا شقه وبعد كده شقه تحتيها ده عملت سلم ولا ايه؟ لا هم إيه مش عارف مفيش سلم بس <applause> هم شقتين فانا مش عارف ليه شقتين رغم ان احنا كنا خمس تنفار بس شقه فوق وشقه تحت يمكن كنتوا بتقعدوا باباك ومامتك فوق؟ لا برضو؟ اه والله يعني لما طب بتحطوا الهدوم في الشقه احنا جبنا الاول اللي تحت وبعد آه. كده ما جبنا اللي فوق <applause> اللي احنا قعدنا فيها وسيبنا اللي تحت بس لما بيجي لنا ضيوف بقى كنا ببي... <applause> حلو اه بس هي العجمي بالنسبه لي مرتبطه بذكريات الطفوله في المصيف اكتر من اسكندريه انت عارف العجمي كان ليها قصص كتير بس انت اه انت ممكن عشان تسابقني كام سنه اه كام سنه؟ كام سنه مش كتير ثلاث اربع سنين بس أوه. يعني بس هي نفس الحقبه الزمنيه ايوه ايوه صح بس هي انا 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 ما رحتش عجبي انا انا معموره اسكندريه يعني وبعدين انا فاكر طبعا في المعموره انا العربيات كانت مشكله بالنسبه لي اه طبعا لان المعموره كانت شارع فالشارع ده كان فيه بقى اللي هو الجيل الاكبر مننا بينزل بالليل الساعه 7 أوه. غسل غسلة ولا كلمه جنطك الحلو استيكرات على الشماسة استيكرات ورا ماركة كاسيت معروفة خلاص وبعدين فاتح الإزاز وتويترات بس لا اه مفيش دفت. مفيش بيز لا بس. آه. كان الفتره ساكة. دي كانت الفتره دي بيز آه. آه. مفيش بيز مفيش ساك خلاص أيوة حميد الشاعري ايهاب توفيق مصطفى قمر حاس يا واد يا اسكندراني ايوه محدش يكلمك آه. خلاص عملت كل حاجه فده كان بيعدي وانت عيل صغير بقى بص اللي هو ايه ده وبعدين بقى كان في عربات تخضك كان فاكر حاجة منهم؟ ريجاتا ريجاتا هو ده كان البرنس كان بيحط <سؤال> شكمناته كده ولا؟ لا مش فاكر كان مش فاكر لا انت عارف الفاجر كان ايه؟ ريتمه يا, له يا آه. لهوي يا لهوي اللي كان معاه جولف وان ده بقى ده كان لا جولف وان ده خزق ده جاي من الفضاء اه اه ده انت بتتكلم مع راكب ده جولف وان ده, ده اه ده راكب جولف وان ايوه خلاص مش عارف تكلمه بيئمات وكده بعد كام سنه لما كبرنا شويه ايوه لا انا عارف انا ذكريات العربيات اللي مرتبطه خلي بالك انا برضو عشان انا كنت بحب العربيات قاعد في الشاليه ما انت مش نازل ما انا لما كنا بننزل بقى اه قاعد في الشاليه أنا, انا في الفتره بتاعت العجمي دي كان بابا عنده عربيه لانسر اللي هي كريستاله يا ساتر العربيه دي واطيه قوي اه طبعا فانا فاكر كنا بنراجبين احنا الخمسه في العربيه ومطبات العجمي يعني انت مش فاهم المطبات دي كانت عامله ازاي عامله زي, زي ال عارفها انت آه. مش عارفينها آه فكان يجي ياخد المطب ده اللي انا فاكره اقف في كل بقى والعربيه محمله واول ما يجي ينزل اول عجلتين تروح العربيه راح ايه متعصب انزلوا يروح مزعل والله العظيم وانا وامي واخواتي البنات روحنا نازلين واقفين في في الشارع يعني المطب وبعد راكبين معاه تاني لا انا ابويا كان جاب عربيه الله يرحمه حاجه خطيره كانت آه. مشهوره في الوقت ده ايه خمن آه... فيت فات لا كان هو دخل ليفل الوحش بجد اه لدا 2107 صفره ايوه تس... الاصفر اللي... بص كون كل... ون اوف وان ده ما الله في... اديشن اصفر اصفر ولا كان اللي أص... هو الكاكي ده لا, لا 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 اصفر اه وكان عندي ازمه اه لما بنروح اسكندريه كل الناس بتوقفنا بجد عشان اللون عشان تاكس <applause> تاكسي بس والله ذكريات الصيف أعلى حاجه طيب هي طبعا جامده يعني ما اقدرش انا بقولك لك فتره العجمي دي كانت عن كان في هو واخد باله ها؟ اه بص كان في موتوسيكلات اسمها مرمون لا 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 ده لما كبرنا اه كان فيه في موتوسيكلات كارثه في العجمي ريسنج وكده ايوه يا سلام فطوطه ايه فطوطه ده؟ يلا هوي؟ يا لهوي يا إيه ساتر ايه فطوطه ده والله؟ موتوسيكل هوندا قد كده الشغ... اللي هو البيبي هوندا بيبي هوندا كانوا بيسموه بس... فطوطه آه حاسب بجد بقعد... بس ده بيركبوه صغيرين ايوه ما أنا... هو انا مش كنت طفل يا ابني أيوة. انا اتولدت كبير انا معرفش <applause> انا عشان عرفتك على حجمك ده اما تشوف انا إيش الصوره ليك وانت صغير طفل عمرك ما نزلت صور ليك وانت صغير مش الطف حاجه شكلي مش مظبوط شعر غريب كده كلنا شكلنا عجيب لا عارف اللي هو بقى اللي ده اللي كنت طفل كيوت انا حاسس ان انا من كتر ما انا عرفتك على الشكل ده حاسس انك انت اتولدت بدقن ايوه <تصفيق> <تصفيق> لا انا الموتوسيكل الفطوطه ده كنت بعمل كوارث وكل زحلقه وزحلقه ومن تحت عربيه يجيبوني لا يا راجل انت بتقع ما بتقعش عادي بتقع تاخد كل اللي في الشارع ومن تحت عربيه لا لا بتفهم. والراجل يروح ياخدني من قفايا انا والموتوسيكل ويروح لابويا في الشارع وابويا يقول له تاني لو اديته موتوسيكل واجرت له مش عارف ايه هم كانوا بيتاجروا ايوه هو مش بتاعي ايوه فكرتني بموضوع الايجارات ده ان احنا بعد كده بعد العجمي بدانا بقى في حقبه ايه الساحل بس في بدايته يعني سيدي كرير <applause> لا ما تتكلميش على سيدي كرير اصل انا دي بتاجر عجل هناك لا لا عجل انا بأجر عجل طبعا اه طب فاكر عجل لما اتنين اللي ايه اتنين يقعدوا أيوة اربعه ايوه اه طبعا وفي واحده كانت اجمد بس كانت دايما محجوزه كان فادريك سيون اللي بيقعدوا فيها اربعه ايوه ايوه صح ما عمري ما قدرت بتفرج عليها بس كانت بتتقلب ما جربتش بقى لا ما كان انت انت افتريت انت في الاجراءات هي خلي بالك النقله من المعموره من المعموره الساحل بدايه دخول بقى اللي هو ايه احنا رايحين سيدي كرير ايوه عارف اللي ف... هو ياه كانت جميله برضو في شبابيكها الصفرة دي هي أصل كانت هي كان جروب واحد عارف بعض ايوه ايوه خلاص وكنا بنتجمع عند سوبر ماركت بالليل اوكي في اول الباب القريه أوه. كان زمان اسمها قريه ايوه دلوقتي لو قلنا قدام حد قريه دي بالقلم على وشه لا ال ال, ال الصفه اختلف الحقيقه قوي انا بقى اصلا الفكره ان انا لما بدات انت رحت سيدي كرير؟ اه طبعا بس ما كنتش مع عمري ما كان عندنا بيت هناك يعني كنا بنروح لناس على طول كنا بات معاهم يومين مش عارف ايه بس ما كانش ما كنتش يعني لما نقلنا من العجمي للساحل كان كانت سنة كام مثلا؟ 2002 مثلا حاجة زي كده أنا أنا قعدت حبة حقبة زمنية جوه سيدي كرير أه وبعدين كان بدأت أكبر بقى فبدأت كل أصحابنا يجيبوا حاجات من أولا الكلاب كار والحاجات دي أه خلاص وأنا رحت قلت لأبويا راح طاردني من الشاليه قال لي اطلع بره كلاب كار إيه اللي هي الجولف كارز الجولف كار وكلاب وكلاب كارز أيوه سيدي كرير جولف كارز دي كانت اشهر حاجه لونها ابيض بس دي اكيد مش منتشره دي كانت حاجه يعني لا لا كانت بش... منتشره ايه هي بس بالذات دلوقتي يعني مش بال كده اه كان هي دي والباجيهات الهوندا اه الباجيهات الهوندا اللطاف آه. الحمر آه. آه. ده كده انت خلاص انت كده ليفل التنين م. ففضلت قعدت سنين انا طبعا كان يومي في الساحل بيبدا من الساعه 9 الصبح بحر لحد الساعه 7 يا لهوي مستمر تحمص اه وبعدين تطلع من البحر من سبعة تاخد دش تروح تاكل معروفة مكرونة بينا ريد سوس بس اللي هي مكرونة مكرونة سباجيتي ريد سوس وب... وفراخ بانيه وفراخ بانيه ما باني. فيش جدا وشبة تصبح <applause> مرة لو الدنيا ظبطت يعني <applause> ايوه خلاص ده روتيني يومي ولو البيت والله كل احلى حاجة طبعا ولو حل. البيت كله واكل سمك انت بتدور في الثلاجة على في حاجة باقية يعني من امبارح من المكرونة والبتاع تمام <applause> وننزل على السوبر ماركت وقفة الشباب كان بقى الوحوش جايين بالباجيهات فانا فضلت سنين بقى مش وبعدين ابويا كان معاه لدى 2107 بقى بقى بروح اخش بكسر بقى بقى الكومباوند القريه كلها ده جاي لدى 2107 مانيوال فانت متخيل؟ هو كان كانش في مينا غير مانيوال تهالي ماشي صح؟ بس برضه في الحق اه طبعا ما فيش لا لا انا اتعلمت على واحده اساسا على ذكر بقى انك انت تعلم السواقه وبتاع انت في بقى انا دايما بحس ان الصيف ربطته بالعربيات بالنسبه لي انا ما اعرفش بالنسبه لك ايه كبيره جدا يعني طبعاً. انا بنحب بقى العربيات ومش عارف ايه وبنبقى قاعدين في القاهره وبتاع بس بنيجي الساحل مخصوص علشان تشوف العربيات الموضوع ده من زمان يعني كنت تحس ان انت من ايام مرينا بقى عشان كنا بنستنى عربيات مش الاحد مش الاحد واباني ومش وأباني عارف واباني أيوة طبعا بس هم اه و... هم هم كان ثلاث اربع أشخاص, عندهم... اشخاص اللي عندهم كان زي دلوقتي اه هم هم اربع خمس اشخاص اللي عندهم شويه عربيات كنا بنستنى نيجي الساحل او مش الساحل تيجي مصيف آه. عشان نشوفه ايوه ما هو انا بقى ما ما تمشي على الطريق اللي هو فيش تليفونات كنا ساعتها بنصورها كانت الدنيا لا كان في الفيديوهات القذره دي اللي هي بتبقى تلاقي الفيديو مش انت مش شايفه بس هو انت عارف ان انا تسمعه. انت عارف انا لقيت فيديو عند حد من صحابنا كريم فيديو لوقفتنا عند النادي وبدات اتفرج على صورنا أو انا شفت شكلي اتخضيت. مختلف اه. لا آه. غير بقى كده والعربيات شكلها وبقى كنا موهومين. اوي آه اوي اه ما الدنيا انا بقول لك انا انا اول مره بقى ايه طالع بقى الساحل سايق مطلع رخصه، انا طلعت رخصه آه في 2000 يعني اول ما تمت 18 سنه انا قاعد قعدت مثلا بقى ايه سنتين ثلاثه كده بحلم بالرخصه، يعني م. اللي هو انا منتظر وبعدين انا عيد ميلادي في اغسطس. فانا يعني منتظر بقى ان انا هستلم الرخصه عشان اسافر بقى فالرخصه خدتها طلعت الرخصه يوم يعني تاني يوم عيد ميلادي 12 8 13 8 كانت الرخصه في ايدي خدت الرخصه ورحت واخد اتنين صحابي وطالعين على الساحل سايق بقى اول مره اسافر الساحل وانا سايق دي كانت اول عربيه جبتها كانت اول عربيه كانت أوه. اسمها بيترا الصخره فكده طب يا لهوي اه اه كانت ما دي... انا ما اعرفش ان كانت انت انا كان عندي عرب. دي اول عربيه كانت عندي اول ما طلعت كان لونها ايه آه زيتي اخضر آه زيت يعني. مميز اه 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 طلياني فاول ما طلعت بقى وخلاص بقى اشوف المستني الرخصه بقى سنتين رحت واقف في كمين اتسحبت الرخصه والله العظيم على, على سرعه كام كانت مثلا 120 125 هكذا سحب الرخصه وقضيت الصيف كله بوصل يعني قعدت استنى والله العظيم استنى الرخصة سنتين مثلا وفي الاخر هتمسحوبة ثاني تاني يوم ما مسافرت وفضلت مقضي الصيف كله بالايصال لا انا فاكر انا فاكر هرجع تاني لكرير عشان كان في قصه افتكرتها في دلوقتي ايه بقى بعد ما كانت كل الناس جايبه باجيهات فانا فضلت بقى سنين بتخانق مع ابويا شوف لي حل مش قادر وبعدين امي تقول له الواد هيبوظ خالص الواد هيتجنن وال 107 ال وسبعة دي ولا اللادا كنت بتاخدها منه حاجات كده بس من, من وراه ولا كان عارف بصراحه الله يرحمه الله يرحمه هو مسامحك كده كده يعني اه من وراه من وراه اوكي وكنت عامل حركه بايخه قوي ايوه عامل مفتاح ب... هو كان زمان ممكن تعمل مفاتيح ايوه عادي عامل مفتاح وكنت بعمل حاجه انيل إيه كان عندي اصحابي اللي هم اللطاف دول اللي كان عندهم العربيات اللي بالكهرباء دي كنت بجيبها بابا كان بيغطي العربيه في الساحل اه 15 يوم يغطيها اه ما بيتحركش هو قاعد جوه مشي وخلاص فكنا بنجيب العربيه الكهرباء دي نحطها وقدامها كرسيين خشب واغطي العربيه فكل ما يفتح الشاليه يلاقي العربيه واقفه متغطيه لا مش بيبقاش باين انسى يا جدع لا انسى باشا يا نهار في دراسه انا عايز اتخيل هو احساسه ايه لو جه بره القناه ينزل لا هو مش هياخد <applause> <لا> كراسي, <applause> كراسي خشب لا كراسي خشب معموله من صناديق التين بجد والله دي عايز حد محترف انه إيه يعرف يظبط الشيء قاعد قاعد هو كان راكن هو ما فيش هو راكن بين عربيتين كنت بتدخل بتاع مكان العربيتين وتحط كرسيين عشان الغطا يبقى مشدود آه آه. وتشد الغطا كان بحبل وتشد الحبل وتربط في الاوكي انسى ربع عقلك. انسى. ده انت اتهديت على كده ده انت كنت قاسي بكتير. خد الأجمد. آه. كان بابا الله يرحمك يا حبيبي والله كان بيجي كل ما واحنا ماشيين بالصيف يقول ايه؟ هي العربية فيها حاجة غلط. عربية حاسس إنها مش يعني في حاجة مبهدلاها فأنا أقول له أكيد سايب شباك مفتوح. طبعا انا واخد الشباب رايح جاي من اول القريه آه الأخيرة. لاخرها ف... فايوه انسى باين الاستخدام وعيني عيني ما كانش بيركز في العداد والحاجات دي تعرف لا. لو كان بياخد قراءات والكلام ده كنت رحت لا ما في... مين كان ميركز في الكلام ده زمان انسى بس عامل مفتاح وميداليه لا ده انت اللي عاملهم؟ طبعا انت كمان مش بس لا لا سارق العربيه ده انت عاملها بمزاج وميداليه فضه لا ده من الراجل في ميدان الجامع في الاوكي ومفتاح اصلي معمول مش مفتاح كده مود تاني المهم جاب لي بقى ايه عشان آه. ما افجر جاب لي حاجه اسمها بايلوت ايه ده؟ بيتش باجي بيركب فيه واحد هو البيتش باجي عاده بيبقى واحد اه عربيه بدريكسيون هوندا هو نزل منه اثنين وبقى في الشركه قال مش هنعمله تاني لا والله واحد بس بيركبه اه باربع عجلات هو زي البيتش باجي بالظبط انت كنت عندك كام سنه وقتها؟ في سن 13 14 سنه فجاب لك البايلوت ده البايلوت ده, ده. وفي اريال 9 متر ليه ما بيجيبش اي حاجه هو اريال صوت لا لا ده ايريا المنظر ايوه منظر ما بقول لك آه لا 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 أس... منظر بس البتاع ده لما وصل سيدي كرير يعني لو حد بيسمعنا دلوقتي من سيدي كرير هقولك هاتوا الواد ده من قفاه دلوقتي ف... باشا ما بين ما بنامش وصوته عالي بقى طبعا هو مش صوته عالي انا فاكك الشكمان يا لهوي انا وأنا هسيبه عادي كده برضه الساحل ليه زق لقدام بسببك <applause> انت والبايلوت بص حته بتاع آه. وما فيش حد بيركب معاك وعشان يركب حد لازم يتشعبط فيك ويمسك في الجنب كده. انا بالنسبه لي بصراحه كل شوف, شوف كل الذكريات الحلوه دي بتبقى في وقت الصيف وانا بالنسبه لي الفتره دي الذ فتره فكره اصلا ان انت تاخد عربيتك وتطلع بيها من القاهره مكبرنا. وتاخد تمسك الطريق دي انا ما كانش حد بيحب يسافر معايا. انا اصلا خلي بالك انا عندي حته كده بحب ان انا ابقى في العربيه لوحدي وانا كلنا مسارك. بس ده نوع يعني من يعني ما يضايقنيش لسبب ايه بقى؟ معرفش بحس كأن انا عامل زي كني بفضي دماغي كده يعني تحسك انت واخد الطريق كده طالع من القاهره للساحل دي سايق انا عندي ما مش... حد دي بتبقى ممتعه بالنسبه لي مش انا ممت... انا مشكلتي مش ده امال ايه مشكلتي ان اللي بيبعت في العربيه بيعمل منكش كتير اللي مش سايق اه قاعد بقى حواليك ده انا انت عارف ان انا انت عارف بس ساعات ليه مي... لي فايده في الموضوع الاكل لما تبقى انت مثلا انا اصلا انت عارف وانت عارف طباعي انا ما في العربيات انسى ما فيش حد يفكر إن يفتح كيس حسيت بيك مش عارف ما جبت العربيه الاخيره دي شفت انت والله لا. العظيم ما بحط فيها انسى يعني ما فيش و... ودي اللي خلت كل اصحابي ما حدش بيرضى يقول لك المجنون ]نا. ده بقى بقى غور أه. بقى غور بقى غور لوحدك ايوه تقعد بقى كنت دايما بقى ايه انت في السن ده في بعض العادات السيئه في منهم بيبدا يدخن ودي رسالة يا اولاد ما حدش يدخن عشان التدخين ضار بالصحة فكنت بعذبهم عشان يبطلوا عايز تعمل كده؟ حاضر آه. في في الريست اللي في نص الطريق توقف بقى أيوة انزل أيوة. وقف بقى انزل واقف 10 دقايق بعد ما تخلص عشان الريحة تطلع عشان منك انت هتخش عربية بريحتك دي اخش بقى اشرب بعيد انا كان ليه عارف مين كان صاحبنا كده زيك بالظبط الوقت سيد فوزي اه سيد كان جميل في الحته دي عربيته بقى كان يعني بس ده صح هو هو صح مش انت حاسس دلوقتي ان انت مش عايز تخلي حد يعمل كده انا بخلي يعمل كده في العربيات الثانيه يعني ممكن في العربيه اللي بركبها كل يوم عادي أنا لكن العربيه اللي انا عايز احافظ على ريحتها كله كده والاكل ده مستحيل ولا شرب ولا اكل أوه ولا عايز تشرب ميه حاضر نقف على جنب أيوه خد بق ميه ونرجع نركب تاني بس التجربه نفسها ممتعه طب انت فاكر ليك موقف على الطريق وانت مسافر الساحل آه غريب آه مضحك يعني حاجه حصلت لك في وقت فتره الصيف في بلاوي بس مش, مش هينفع تتقال انا عندي اصلي موقف بفتكره دايما والله العظيم واحد صاحبنا كان معاه عربيه 206 سي سي اه ده, ده ده بس هو كان, كان مشقيها قوي يعني يا لهوي على حلاوتها والحته اللي في الازاز في الحتة قدام دي الحته اللي ورا والبتاع اه وماشيين بقى وادي النطرون فاضل لنا مثلا ايه 40 كيلو قبل البوابات خلاص هنوصل بعدين فجاه لقيناه وقف على جنب فوقفنا في ايه يا ابني العربيه الكاليبر بتاع الفرامل عمل حاجه <applause> معرفش والله العظيم ايه اللي حصل لغايه النهارده بس هو ضار في الديسك فالعربيه مش تمشي قدام خالص فرملت خالص تمشي قدام ليه بتعمل كده ترمشي ريفرس في بتمشي وخد اخر والله العظيم ده اخو سوبر الصغير لا والله واخد اخر 30 كيلو في الطريق بالريفرس <applause> و... واحنا ماشيين معاه محجزين عليه عشان العربيات وحياه ربنا ودخل بقى, بقى الكارته ريفيرس في فالراجل قاعد فاكرنا بنهزر وحيات ربنا لين داخل عليه بظهره كده وداخل السلام عليكم الراجل بص له كده مش مستوعب فيقول له معلش وخلصنا الطريق ولف يوتيرن ودخلنا مارينا ركناها كلها ريفرس ده يا الصيف 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 زمان كان سهل انا كان آه. الطريق على كان زمان كان بيخوفنا انت آه. فاكر كان زمان يقولك ايه اوعى تمشي في طريق العامين بالليل ايوه فانا اول مره سافرت زمان بقى في طريق العالمين ده ماشي بقى مرعوب ما لا مع واحد بقى هو عارف ان انا ايه يعني ايه يعني, إيه؟ يعني ما توترنيش وانا مش راكب بقى عربيتي وراكب معاه فعادي يقول ايه؟ خدت بالك من اللي جه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي في واحد كان أيوة بيجري أيوة جنبنا قالوا لي الموضوع اللي أوه. بيجروا ده قلت له بيجري جنبنا ازاي؟ قال لي كان بيجري جنبنا على رجليه عم بقى ما باشا انا بايظ لوحدي بقى باشا ما كانش سفريه بقى وبعدين يقول لي ايه يا عم في ايه؟ خدت بالك؟ فين تاني؟ ما خدتش بالك بجد في حد قاعد على الكنبه ورا يا عم بقى يا عم بقى, بقى ما تنزلنا في الليله السوداء دي بس ال الاشاعه دي كانت موجوده عندنا كلنا صح؟ ايوه كله كان بيقول لك لك منطقه العالمين دي عشان غالبا هم بيقولوا ساعه الحرب, العالميه وكده فلو انت قعدت بالليل هتشوف حاجات غريبه بس طبعا انا ولا ولا يا انا كل تركيزي ما حدش عليها طوبه <applause> انا واحد رشقني طوبه من سنتين وانا راجع دششت الازاز انت عارف ان انا بسبب القصه اللي انت حصلت لك دي بقى انا طول عمري ما بحبش الجنب الشمال ده يعني أوه. دايما بقول للناس ايه الشمال ده يعني عايز تتجاوز تمشي بالسرعه اللي أيوة، هو التجاوز في مصر أوه. الشمال ده الشمال ده بتلزق فيه مش شايل رجلك انا أيوة. معانا انا الحاره الشمال دي بتاعتي انا خلاص من ساعتها وانا بالنسبه لي هوب واروح راجع تاني ايه انا بقى انا بطلت خلاص امشي على الناحيه الشمال دي وبالذات في الحته اللي فيها الزرع دي ايه اكتر اكله وحشاك في الصيف آه، الفطير بحب الفطير قوي في يا الصيف جدا يا لهو. اه بحب الفطير قوي في الصيف وزي ما انت قلت الاكله اللي بتاعه زمان اللي هي مكرونه بالصلصه الاكل كان اسمها مكرونه طيب. بالصلصه مش باستا ريتسوس. لا ما باستا ريتسوس ايه كان اسمها مكرونه بالصلصه هو انت عايز ايه اكتر من إيه الزلابيه سموها ايه دلوقتي؟ انا اتخضيت قالوا ايه؟ اسمها ايه؟ مش عارف فاكر اسمها؟ عد من كده كان ليها اسم كده والطعميه جرين برجر لا إيه، جرين برجر دي دي الطعميه صح؟ الطعميه اه انا دخلت على الراجل بتاع الطعم شلل بسعار. بصراحه اتنين جرين برجر بس من غير طحينه سلام لا والاص فاكر الاسعار انا كنت قت... يا لهوي يا لهوي <applause> لا 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 بقول لك انا لسه, لسه جايب فريسكه اتخضيت اصل انا بحب فريسكه قوي بس انا آه. بحب الفريسكه البيزكس اللي هي العسل اللي هي جنط 15 اللي هي العسل اه عاديه خالص دلوقتي يبقى في فريسكه اللوتس وفريسكه نيوتن انا مش سكتي والماتشا خلي بالك الصيف ده ماتشا بنت اختي عارف ماتشا؟ لا انا مع اصلا معرفش يعني ايه هو هو ماتشا لسه من يومين قاعدين هنا في الساحة قالت لي ماتشا ولا بوبا؟ الاتنين في بوبا دي ما بقى البوبا انت شفت بوبا؟ انا شفت وقعدت تتحايل عليا ادوق قلت لها مش هدوق قلت لها ما اعرفش دقيقه اصلا مشروب كده كله كور اه وب 200 جنيه الكوبايه ب 200 جنيه بوبا؟ اه والله العظيم <applause> ما صدقت وعملت فيها خالها بقى قلت لها خدي يا حبيبتي 200 جنيه هاتي بوبا لترجع راجعه بتديني 10 جنيه قلت لها وانت ايه وزع على الناس انا جربت البتوع دول قلت اجيبهم من مصدرهم واحنا في الصين البوبا دي آه البوبة البوبا دي, دي اصلها صيني اه ماشي من الصين والماتشا في اليابان اه بس احنا هنا بنستعملها في اي حاجه بس لو انت عايز تبقى جامد قوي انت قاعد على البحر وتخلص يجي يقول لك ايه وايت موكا فرابتشينو إيه قوله له عايزها ماتشا اه يعني الماتشه دي هو هيعطل خلاص عارف ان انت جاي من الاخر اه في في مكان كده على البحر جامد قوي خلاص كنا قاعدين فيه مع ناس اصدقائنا فكان معانا حد من الناس اللي هم اللي بيطلبوا الحاجات الصعبه دي اه طلبت حاجه اسمي يخوف ايه بقى؟ انا مش عارفه اصلا ما عارفش اقول طب ايه هي الحاجه؟ خد ما هي دي المصيبه هي الحاجه اللي المصيبه فراحت قال فالمشكله حصل حديث بينها وبين الويتر قوي قال لها فيش قالت له اه اني يزود فانا شكلي برضه فاهم تامر بقى وعامل فيها فاهم انت فاهم يعني طول نرمي مسافرين خليهم اثنين طول ما انا خفت اصل بتزود حاجات كتير وبعدين قالها عايزة ده بال ده في ولا كلمه لقيتها ولا حاجه من <applause> قلت تستنى تشوف الاوردر بقى فرملت <applause> 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 فقال لي هتاخد ايه وانا عارف عندهم قطعه اسكالوب بتاعه النادي دي بتاعه المبنى <applause> الاجتماعي <applause> ومع <applause> 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 بطاطس وشات جرجير من فوق <applause> مقبول وشات ليمون باشا هي دي انا في الاوكي لو عندك السايد ديش بتاعها باستا ريد صوص فخلاص انا كده آه تمام آه هو كبت الترابيزه بس هم طلبوا كل الحاجات اسامي ما عدتش آه أوكي. عارف اللي هو أيوة. تو جي متعدل <تصفيق> <تصفيق> ما <حطيت> <تصفيق> <تصفيق> حطيت اه ما حاطط له اوكتير انترنال اه اه فاهم كيت لحد ما نزل ايه بقى نخاع اللي هو بقى في عظم ده اه اللي بيتاكل في المصنع بالانجليزي بقى اه بس حته اسم فانا عليه اي حاجه عليه حاجات كتير لوتس مثلا ما عليه جانت كبير ومحطوط له سبويلر لا ما قدرتش انا ما باكلش ماليش في الحاجات دي قوي ولا وبعدين اكل في المصمت فانا قعدت مش المطعم. على الاوت على البحر على البحر؟ ده, ده في مطعم لا ده في مطعم من المطاعم اللي هي بتخوف اللي هي بتفهم ده تكون تعرف الاونر عشان تروح ايوه تكلمه تقول هاي شون شو شو تبعت له حاجه عارف الجوده المهم فراح نزل البتاع ده شكله جامد قوي فانا قلت هو ده انا برضه خايف اقول حاجه لحد يلطشني بالقلم ما انا فاهم عن اللي قصدي حته سكالوب <applause> انا جاي من المبنى الاجتماعي <applause> في اه <اللي تصفيق> اللي... <applause> معروف قالت لي ده اللي هو ايه يعني اللي هو ايه طلع هو ده قلت لها طب ما تقولي اللي هو اسمه نخاع وعلى. وبعدين ليه اكل نخاع على البحر بالمايوه يعني ايه ايه ده ده فاضي ايوه ما انا عارف في ناس بتحب الحاجات دي تمام بس يعني في المصمت عند الراجل جزار بره قعدة حلوه كده بالليل انا الميزه ان انا القريه اللي انا عايش فيها في الساحل قريه تحسها ساحل طيب عارفها بس في نص الساحل الشديد كم منازل عندك مرعبه؟ مفيش م... مفيش منا، انت القريه قد ايه؟ انا قد ايه امال أنا اللي فيها المنازل؟ مفيش منازل دي, مش دي. مش اللي احنا دي. فيها لا الثانيه اه مش ايوه لا القريه قد الحته اللي احنا فيها دي كلها على بعض، انت انت في قريتي ممكن تقفل بعربيتك على الشاليه، مش تقفل بعربيتك على ركنة، اه والله العظيم، يعني لو ثلاث لو عر... عربيات ركنوا ورا بعض لازقين في بعض، انا راجع بالليل لازم انط من فوق الكابوت عشان اخش الشاليه طب بس حلو بس هي في النص بين اللي هي في الساحل اللي هو في الساحل الشرير في عز الساحل الشرير بس هي قريه طيبه جدا في طير. آه. آه, آه, اه يعني اللي هو ايه كاتبين عارف اللي هو ستايل ايه اسمها المطعم اسمه ريستوران بالعربي كده. <تصفيق> <تصفيق> ريستوران عارف انت الحاجات دي؟ وتتكلموا في التليفون تقولوا اه وكل حاجه مش وبتاع وكده. فاكر السباقات؟ اللي كنا بنروح لها من القاهره للساحل ما كنت لسه كنت هقول لك على الموضوع ده ان هي الحاجه لما بتحصل في المصيف بتبقى ليها روح تانية خالص انا انا بصراحه عشان ما اضحكش عليك انا انا لحقت الاوتو كروس في المصيف هل لحقت مراقية ولا مارينا؟ لا مارينا ما لحقتش ولا مره مرأية؟ لا مرأية كان جامد لا لا ما لحقتش مارينا كان مرعب في جنب المسرح الروماني جنب المسرح الروماني وبعد كده لما اتنقل في البلاتفورم الحته اللي تحت دي جنب المسرح الروماني ده كان اه حاسب ايوه كان وبعدين أيوة. كان دايما بيبدا الساعه 8 بالليل يخلص 4 الفجر وكنا دايما بنبقى جايين من القاهره لا وانسى بقى لو في حد عربيته مثلا ايه كسرت كوبلن عيش بقى ابعت إيه بقى هات بقى كوبلن من الحرفيين وارجع انت و... عارف كذا حد من صحابنا حصل معاهم قصه كوبلن وكوارين كسرت اه اه ما انت المشكله ان انت بعيد اي سباق بتاعي بعيد بس المود بتاعهم بيبقى جميل قوي والسباقات السنه دي بقت فيه يعني بقى فيه دلوقتي كارتنج وسبيد ودرفت وكل السباقات موجوده السنه أوه دي اه اه انا انا مع اي حاجه بتحصل في الصيف بس خلي بالك موضوع الشتاء ده بس بقى اسمع بس يا ابني انا لسه جاي من ما هو ما احنا بص انا احب المطر انا هفهمك طب المطر بص انت دلوقتي نايم خد معايا المشهد كده نايم في بيتكم. في الصيف في التكييف فتح التكييف ونام ومتغطي وجميل جدا صحيت تعمل ايه اول حاجه بتعملها بس استحمى لا يعني اول حاجه بتلا. اول حاجه هتعملها لما تصحى هشوف حاجه كلها ايه يا تامر <applause> <applause> بتنف... هتشوف حاجه كلها بتنف... انت في السرير لا انت اول حاجه بتعملها بتروح ماسك روبوت التكييف قافله ليه عشان تبقى قايم مش بردان قفلته بتستنى ثانية استنى بس ريموت تكييف ايه اللي مش بردان ايوه بتقفل كم حصان تكييفك انت واحد ونص ده انت الاوضه صغيره دي ولا لا التكييف هو اللي صغير <applause> 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 عشان عشان كده سايب التكييف, التكييف, التكييف شغال على طول على الاوضه آه. لا تقوم تطفي التكييف مفيش حد بيتكيف تقوم, تقوم تبقى اكتف جدا تخش تاخد دش انا اصلا الدش في شدة ده عذاب ثانيه انت كذاب جدا ليه؟ اكتف ايه؟ والله اكتف يعني جدا يعني انت تفتح باب البيت وتنزل الحراره أوه. واحد 41 اكتف ازاي؟ اكتف جدا انا بقى لو الجو بقى درجه الحراره بقى اللي هو خمسه وسته و... 6 اكتف والبلد. جدا لا مش بالعكس ده انا مش عا... مش قادر اقوم البس اصلا مش قادر اقوم اقلع هدومي اخش أقل اخد دش انا بردان ماشي لو نازل نازل في ناس عندها سنترال هيتنج بقى, سنتر بقى آه. في البيت هم دول اللي مش احنا اعرف ناس منهم انا والله وانا اعرف برضه ناس اللي آه. هو الارض بتطلع الارض بتبقى بتطلع وعنده مواسير في الحيطه دول ده دول براحتهم يشدوا براحتهم بقول لك ايه لسه كان حد قابلني من كام يوم قبل ما اسافر فانت عارف انا عندي دايما في فوطه حاططها على الدواسات لا فوطه فوطه بشتريها من محل شهير بتاع فوط عشان لو انت مايوه ببلول لا بحطها في الارض عشان الدواسات ما تبص ايوه عشان انا اسف اسمها دواسات ما انا ما اقدرش ادوس عليها قلبي بيتقطع من جوه ده مصيف ايه المنيل ده؟ لا هو ايه انت عايزني اروح بعربيه البحر ما انت بتروح بايه ما بشوف اي حد يجي اللي عايزني اروح البحر يجي ياخدني من البيت عشان رمله وكده رمله رمله وميو والكلام ده ما بتتغسل يعني برضو انا انا مش ببهدل العربيات في لا بيتغسل. ده موضوع ما بيفيهوش نقاش وانا اتفقت مع ت... اتفقت مع شركات ارجع العربيات انا واحد بقى ولا في انا درايف. اتفقت والله يا جماعه عايزين نروح الصيف ادوني عربيات تيست درايف بهدلهم بقى دول لا درايف. ما بهدلش انا ما بحبش ابهدل برضه انا ما عنديش برضو. عربيه بتتبهدل ايوه وبرضه بركنها ويجي يقول لي طب اركب لا لا كذا حد معايا في البيت طب لا ايوه فبقى في الحل اي حد عايزني نروح البحر تعال خدني من البيت هو هو حاجه ما اقدرش اعيب عليك فيها الصراحه ده الصح خلي بالك الرمل ده لما بيجي في الموكيت بتاع العربيه انسى انا اعرف حد بيطلعه بسعر كويس جدا انسى تعمل له كامبين اعرف حد كويس شيرة ولا منهدى لا لا انا ها طب وليه من الاساس؟ ما انت ما, ب... يا ما انت طبيعي يا ابني انت في الساحل يا ابني لا هنروح بص هيبقى في سنه كده لا انت عارف ان انا بعتز جدا بشويه الرمله اللي بشوفهم في عربيتي مثلا في شهر 11 اللي هم بيقعدوا يبصوا جوه الله هبقى اجيب لك انا رمل انا هغرق لك العربيه النهارده لا مش لا لا, آه لا لا عارف عارف ان هو في في دايما صحابنا كده تشوفوا الاول اللي اللي لابس ايه في رجله في حاجات بتبقى لابسها من اللي بتشيل رمل أيوة. انا دي بتخلصني انا ببقى عايز اطفش بقى اللي هو باشا شوف انا بركب مع غيري انا احكي لك احكي لك موقف حصل معايا امبارح كنت بالعربيه بتاع وواحد بقى قابلني فقال لي <applause> <applause> حبيبي اخبارك ايه الف مبروك وايه الجمال ده وايه هناخد صوره فقلت له طبعا احنا واخدين صوره بعد كده قال لي ناخد كدا. لفه معلش بس استاذنك انا عايز اخد صوره جوه العربيه معلش ماشي <applause> هو هو ما شاء الله هو جيرم يعني العربيه اصلا صغيره وهو ايه كدا. وانت وظبط فو... انت الكرسي عليك وبتاع اه هو مش هيحرك كرسي بس هو على ظبطتي وهينزل يخيش يعني هيخش هيخبط في الدريكسيون وفي جناب الك... فقلت له فضل طبعا فرحت فاتح له العربيه فرحت داخل بقى ايه عمل والله العظيم وراح داخل مرزوع طران عارف انت العربيه كلها عملت ايه العجلتين دول اترفعوا من على الارض وعملوا كده وهو بقى بيدخل رجله دي راح دايس على الكرسي نفسه بكعب الجزمه انا خلاص انا انا بتقطع الكنتره بقى, بقى الاسود بالبتاع بقى ايه ابيض كده وبعد كده أو انا بقى شايف واقف بصيت له كده راح بقى ايه ما صورني بقى انت مش عايز تصورني فاهم ورحت مصوره بقى صوره ومشي فلا انا انا برضه بحب الحسواكه أيوة. بس طبعا ايه ما بحبش الحسواكة اللي تخنق لا مش تخنقك انا انا بحب العربيات وبحب اقتناء العربيات ومش فارق معايا عربيه غاليه او عربيه رخيصه انا فارق معايا ان عربيتي دايما تبقى نظيفه انا تبقى عارف ان فور. انا اوفر وان انا من... بس انت كده في نفسك أيوة أنت عندي شخص مهندم قوي أنا... يعني دايما ما تلاقيهوش مثلا ما يطلعش منعكش ما يطلعش هو هو لازم... حبيبي ما تتكلم عني كتير يعني هو يحب دايما يبقى ايه لا طب. انا بحب الحاجه تبقى انا عندي مشكله في الحاجات المعوجه والحاجات المشوهة أيوة. دي. اه والتراب أو التراب ده بالنسبه لي مشكله وبعدين احب العربيه دايما تبقى نظيفه شكلها حلوه آه مش مجرحه ومش لازم تبقى عربيه غاليه انا مش فارق معايا عربيه بسيطه أيوة انا برضو زيك انا بحب اه شكلها. العربيه حلوه ونظيفه تليفوني احبش يجرحه ساعتي يعني احب كده دايما انت عارف ان انا عندي لعبي العربيات الصغيره انا بحب العربيات الصغيره انت عارف انا عندي مم. عدد مرعب مم. انا عندي لحد النهارده كل العربيات بعلبها أنا كده أنا ما بشيلهمش من العلب بس أنا عندي لعب بس أنا ونطف. عشان عندي سبب اه عشان العيال العيال هيدششوا حي... العربية 500 حتة لا أنا أحب أحافظ على كده أيوة أنت عارف الفكرة اللي غير بقى اللي اتغير في على مدار السنين من فكرة السفر إن إحنا زي ما قلت لك الأول كان كنا كله يتكربس في عربية وكان في بقى الشلل كمان بتاعت اللي هي تقسم فلوس البنزين لسه كنت هقول لك ده كان ما فيش ولا كلمه كان لازم كان لازم يحصل كده؟ ما اعتقد كلنا كنا بنعمل كده انا معنا. كان ليا واحد صاحبي بس واحد هو اللي كان كان عنده اصلا فيسبا كان بيحاسبني على البنزين بتاع الفيسبا بس اه والله العظيم بس لو تاخد بالك ان كل ما عدى الوقت كل ما بقى كل واحد يطلع بقى عربيه بس ده لما كبرنا والله يعني لا. مش لما كبرنا قوي بس في فتره اللي هو خلاص بقى كل واحد عدل عربيته وبقى عايز يبقى عربيته معاه اه وكلنا في وقت من الاوقات كده عربتنا كلها وطيت في الارض فاكر الوقت أيوه. ده انا كنت لازق عربيه يا لهوي فكرتني تاني آه. ابويا جه في فتره قال لي بقولك ايه بقى العربيات اللي ها؟ ده تشتري عربيه زيرو اه فجاب لي هونداي اكسل ايوه ده انت دي اكتر عربيه انت مشهور بيها دي. آه. يعني اي حد يعرفك من زمان بيحكي آه. عليك لان عملت ايه اولا ابويا جاب العربيه دي زيرو وخدنا عليها تلفزيون واحنا بنشتريها وحياة ربنا ما اربعة كان فيها خير اه تلفزيون 14 بوصة كان عرض لا جروندج لا تلي مصر تلي مصر ايوه <applause> الدنيا كانش جولدي كان لسه ما نزلش الدنيا ضيقة جدا أوي, أوي. أنا اشتريت العربية دي من عند حد قريبي اه خلي بالك وخدت العرض ده ما، وما كنتش وكنت وكان... حاطط التلفزيون في العربية أنت مش فاهم بقى القصة العرض كان نازل في الوقت ده العربية الـ 1300 بكام؟ بـ, بـ 38900 اسكوب بقى وال1500 جي ال اس سبويلر وازاز كهرباء ب 42 ونص أيوة عليها فكرة. عرض تلفزيون 14 بوصه تيلي مصر اه انت جبت اللي هي سبويلر وازاز كهرباء حاسب انا كنت بنبهر قوي بموضوع ازاز كهرباء بس برضه ابويا كان لازم يعني الله يرحمه بقى حبيبي والله أيوة. اي حاجه حصلت في حياتي ابويا وامي ربنا أيوة خلالي كلنا يعني مفيش حاجه في الدنيا انا وصلت لها غير بسببهم اه والله وكرم ربنا طبعا, طبعاً في الاساس وهم فعمر ما كنت احلم بربع حاجه اللي انا فيها دلوقتي دي غير بيهم كلنا كده صح فبس ابويا بقى وهو بيشتري العربيه دي احنا رحنا بقى نشتري انا راح اشتري عربيه زيرو وانا بقى في الوقت ده كان صحابنا بدات تجيب بقى الايه اي 6 العربات بقى الالماني الأوبل فيكترا آه. بدات بقى اصحابنا يجيبوا الجولفات ال والحاجات دي فاهم وكانت العربيات الكوري لسه طالعه ايوه بالظبط يا سيدي الفاضل ما تخلينا في حاجه من اللي ماشيه دي ما تفتحش انت عارف ابويا كان آه. رجل حاسم الله يرحمه فما كانش فيه جدال آه. فخد القرار اوكي وامي قالت اوكي عشان في تلفزيون 14 بوسه هديه على <تصفيق> العربيه <applause> <applause> وادينا العربيه عليها تلفزيون <applause> <applause> <يا رئيس. تصفيق> آه الله آه. آه. والله التلفزيون لحد النهارده موجود لا لا لما خدنا العربيه كانت الجي ال اس بتنزل باكسدامات لون العربيه. فاكر؟ الا إيه عربيتي اكسدامات سوداء. وكانت لونها ايه العربيه؟ فضي. فضي ماشي. خلاص؟ أه. خدت العربيه ركبتها. لا امال ايه؟ فضلت انا ب... يا ابني انت نسيت فضلت طول عمرها باكسدامات ما سودة انا ما شفتهاش انا ما حم... لحقتش ما لحقتش لا. والله شفتها ماشيه من 10 سنين على الدائري حزينه. ازاي عرفتها؟ عجوزه ماشيه باينه. أه. واحده زيها يعني ولا هي توقفوا خدها والله. والله العظيم جريت وراه بس هو شتمني. افتكرك <applause> حرامي. طيب <applause> امشي <عالق. تصفيق> يا عم انا اللي انا اللي حاطط الاستيكر ده يا حبيبك انا اصل انا كنت عامل عامله منيله آه. كنت زمان انا حاطط استيكر على جنب الباب ورشش ورنيش عليه فما كانش بيتشال آه لما بتشالش. لما ما غير بالبويا يا لهوي المهم اشترينا العربيه دي وخدناها وبدات اعيش قصه عربيه زيرو وسط اصحابي وكلهم تنمروا عليا لان هم كلهم كانوا ركبوا عربيات بقى فاهم عند المدرسه بنقف بالليل أيوة. فاغلبيتهم حط عربيات الماني مواتير بتجري كده وانا رايح بهذه السياره زيرو بالكياس بس عندي مراية كهرباء اه وازاز كهرباء ورا والله الحاجات دي زمان كانت بجد بتبهر لا التعافي عارف الفجر كان فين؟ بشغل الراديو بيطلع اريال اه الاريال اللي بيطلع آه. خلاص عايز ايه تاني من الدنيا؟ انت واقف وسط اصحابك عايز تسمعوا الراديو؟ اه يروح ايوه انت عارف كان مع العربية، انا اسف مع العربيه لوك للاريال طب ليه اه عشان ما يتسرقش لا, لا, عشان ما يفضلش كل ما تفتح راديو الاريال يطلع وينزل طب بتركبه عليه بتروح عامل كده قافل اللوك يا لهوي طب ما الموتور هيبوظ كده ما هو عميز. لا هو بقى كانوا عاملينه كده عشان تحافظ يعني. أوه. لا هو عامه الواحد كان بينبهر بحاجات انا فاكر في الصيف برضو الواد اسلام سوبر <applause> كان اول يوم قابلته في حياتي اسلام ده كان في مارينا 2 وكان لسه جاي دي زي. كان معاه سوبرا وقتها أوف. في وقت فيلم فاستن فيوريوس لا والله آه. هو من زمان بيركب عربيات حلوه جمرك آه. عربيه جمرك وكانت نون تربو يعني ما كانتش 2 جي بس كانت سوبرا سوبرا زي بتاعت الفيلم ده بس انا ما كنتش فاكر العربيه دي آه جت جمرك كانت لونها اسود زيتي كده اه ما شفتهاش وانا كنت رايح اقابله مش مصدق ان نس. انا هشوف السوبرا دي على الحقيقه يعني طبعا حطينا صوره ده. على الحيطه اه وقابلنا في الباركنج اللي قدام اللي هو سيجال آه اللي هو آه اللي آه في الباركنج ده كان اياميها واسع قبل الكوبري وايه اكتر حاجه بهرتني بقى في العربيه دي وقتها؟ بس مصدقش ان كان فيها كراسي كهرباء انا كان اول مره في حياتي اعرف يعني ايه ادوس يعني ايه الكرسي بيتحرك كهرباء يعني ايه انا بعمل كده فاهم وكان معايا ساعتها البتره الصخره <applause> حرقت كنت كنت هكسر موتورها اليوم ده من كتر ما انا عمال هو بقى بيسمع صوتها فاسخ انا عمال اجري وهو ما كانش بيجري برضه لا بيجري هي عربيته خلي بالك كانتش قويه قوي وقتها يعني العربيه دي كانت 220 حصان خلي بالك احنا كنا بنتوهم بال 200 حصان ايوه يا ابني انا ركبت جنط 15 انا مش هنسى اليوم ده رحت عند النادي بالليل ها. او انا قاعد احوش عشان احط جنط 15 195 وهي كان فيها 13 ها طبعا آه. 13 بس انا كان بجنط اه ماشي ايوه ايوه لا انت بس. انت ما بخلت. اه جي ال اس ما بخلتش خلاص آه بس ويرش يرشوا ويديك صدمات خلاص رحت حاطط جنط 15 195 50 ده انت ده نقشه كان زمان بقى مش ده في الرفرف ده كده ده ولا كلمه آه. ونقشه الشجره فاكر فاكر النقشه دي؟ اه 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 لا دي بتخيل عند الراجل يا. حبيبنا في الحي السابع حبيبي تموره فول آه. جبت غير كاوتش غير معروف الهويه ما <applause> تعرفش اصلا مركبته كانت شكله حلو شكله جامد جدا آه. وجانت ورايح على النادي ما حدش عارف يكلمني ايوه خلاص بقى انا عملت كل حاجه في لو الدنيا لذلك كانت اختراع صح. عملت كل حاجه في الدنيا آه. حد جنت 15 ايوه 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 آه. لا هي اكتر وقت انا مش هنسل العربيه دي انا بحبها فيه لما خدت بقى الليفل وحطيت جنط 17 في الوقت ده ورحت ايوه 17 ده كتير قوي هي اتشهرت اتشهرت في الوقت ده انا رحت جايب عفشه أوه. ياباني عشان تركبها في عربيه كوري قعدت 70 سنه في الحرفين بقى. اه قاعد 70 سنه بنفكر أوه. هنعمل بروجكت مسامير <applause> <طلاق>. شك واديله على ما تفكرش <applause> 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 فاكر مسامير الشك اه <applause> طبعا <applause> <applause> حل الحل أي السريع لاي حاجه في الدنيا اضرب المسمار في اي حته هتثبت ورحت لازق العربيه في الارض ومش هنسى اول سفريه للساحل بالعربيه دي جاي انت طالع عايز الناس تتفرج راح مارينا ايوه السباق بتاعنا اللي كان بيتحصل في مارينا 2 ده آه. بتنظمه شركه جميله سباق هو اللي كنا بنسابق فيه كلنا اه ورايح السباق ده وانا لازق العربيه في الارض ازازه المايه ما تعديش من قدام وازاي قدرت توصل للمطبات والحاجات دي؟ كان زمان برضو الطرق غير دلوقتي، الطرق دلوقتي بقت خطيرة. دلوقتي الطرق أحسن بكتير، آه. يعني لو أنا لو رجعت بالزمن دلوقتي وبقى عندي شبكة الطرق اللي عندنا دلوقتي والطريق ده هلزق في الأرض أيوة بس المشكلة مش في الطريق، المشكلة في السن يا ابني دلوقتي. اه والله الواحد ما هو قادر فعلا. أنا لبست كام نقرة ونقرة وتخش في أسناني جوه زمان. بس المهم إن شكلها حلو. ومش و... مو... العربية متعبة جدا. أيوه, أيوة أيوة يعني أنت وصلت مش عايز أيام دبدبه وتنطيط انا عملت كده في العربيه السوبارو بتاعتي كانت انا ما عملتش فيها اي حاجه لفتره طويله وبعد كده جت في وقت بقى حطيت لها جن وفاكر بس برضه انت برضه عاملها اوريجينال ما انا عاملها اوريجين بس كنت آه. فيها عفشه كويلوف ايوه ومن ساعتها يعني مره سافرنا مره في الثانيه الثالثه مراتي بطلت تركبها خالص لغايه النهارده يعني قفش عليا ان هي كنت حاطه لها شكبان وشيلته قالت لي انا مش هركب معاك العربيه دي تاني لان هي بقت في السفر بقى ايه متعبه وبعدين كان فيها عيب كمان بنت اللذين على طريق السفر ان هي كانت على سرعه 105 مش 120 105 تشغل الارم بسرعه ما يسكتش مع ده بيسكتش طب انت فاكر بتاع الاكسل بس كان جر... بيسكوتش؟ ما بيسكتش ما بيسكتش جرس باب شقه <applause> لا ده ده عشان انت راجل ياباني لا لا بجد لا ده, ده كان مزعج جدا جرس باب ألارم شقه سرعة. الارم سرعة. باب شقه اللي هو ايوه مين إيه بيعمل زي يعني تين 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 تين, تين, تين لا والله من 100 وتفضل كده طول الطريق يا باشا لحد يشوف اخرك فين انا كنت طول الوقت وانا مسافر اللي هو هتركن هتركن والله العظيم انا وانا مسافر بالعربيه بتاعتي دي كنت يعني افضل مثلا ماشي 120 130 بعدين بغصب عني ب... ب... بهدي ل 90 شويه 130 سوية. ده 130 ده انت كنت شاب في روعانه الشباب اللي كان بيجيب 130 ده كنا بنتخض منه خلي أنا بالك انا كنت بقى لا خلي بالك طول عمري بخاف من السرعات العاليه قوي يعني لما انت كنت انت فاكر زمان كانت الارقام ايه؟ لو حد... ليه بتعمل كده اه ماشي 130 انت آه. مجنون ايوه بتحطير. ايوه انت ايوه <applause> ده لا و... بس هي عربيات ما كانتش بتجيب اكتر من كده انا كان اخرها اخرها 180 190 بس كنت ببقى حاسس ان انا ولد ولد متهور والله لا انا ما... انا العربيه لازقه في الارض يا كنت... انت قلبت البتاع اللي اسمه ايه ده اللي البتاع اللي بتقلب اللي انت حكيت لي عليه بتاع سيدي كرير بايلوت ايوه <applause> متهور ايه ده انت مش عايز تحكي <applause> انا وقعت في البسين بالبايلوت ده باص بقى ما تقولش <applause> انه بقى باص في رز نداء الى رواد قريه سيدي كرير زمان انا الشاب اللي وقعت في البسين بالبايلوت هم لك في رز لغايه دلوقتي لا هتلاقي رئيس مجلس اداره هاتوا الواد ده دلوقتي كبر احنا عرفنا ايه اكتر عربيه شفتها في الصيف يعني كانت اول مره تشوفها في حياتك في المصيف لان انا انا ليا كذا ذكرى يعني انا عندي المرسلاجو اللي هي فاكرة يا <applause> لهوي القطيعه طبعا <applause> طبعا اللي هي عملت اللي <applause> خلاص انت ليه الفضيحه الله ما حدش عارف يعني واحد وفي اول مره اول اكس اكس تنزل خالص انا فاكر اول مره كنت اشوف اكس 6 في حياتي في بابا خمسه مارينا. ده و... فاكر كانت ام 5. اه لا الاكس 6 كانت بالنسبه لي طفره ايه ده؟ عربية جاية الفضاء. اول جنريشن بس خد بالك ده دي فترة قريبة دي قريبة ده قريب اه اه لا كان في بقى قبلهم بقى آه الحاجات اللي بتاعت اباني بيت نظارة اباني اباني أبورشات. احنا كنا انا فاكر كنا نعدي عند اباني قدام البيت نركن باشا خلاص مش عايز حاجة تانية خالص انا واقف عنده عند البيت الدنيا جميلة في شوية عربيات مش هتشوفها في حياتك. ايوه وموتوسيكلات وفي مين تاني برضو كنا بنروح عنده في مارينا بنلف عنده عند في كذا حد بس مش هينفع نقول كتير بيقول لك هو دايما شيفة. كان الصيف مربوط معايا في موضوع العربيات ده انا كنت بحب مارينا يعني كنت بستنى بقى بعد الساعه 2 ونص 3 وانزل الف لوحدي اتفرج على العربيات الحلوه لما رجعت بقى الناس ايوه ايوه كانت. في بيوتها راكنة اه وتخش آه. في الشارع الدقيقه بتاعت مارينا بتاعت مارينا 2 دي وتخش في شارع بقى تتزنق وتلاقي في الاخر اصلا ده, ده و... بارك و... ايوه وتخش و... لسان الوزراء آه لا ده ده طبعا ده قصه ثانيه آه 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 آه. وافضل الف طول الليل واعلم هنا كان في كذا وهنا كان في كذا وهنا كان في كذا لدرجه ان مره وانا قاعد بتكلم مع ابويا الله يرحمه فبيقول مش عارف ايه قلت له اه ده اخش يمين هنا في عربيه كذا فراح لي كده قال لي انت انت تعرف منين <applause> الكلام ده قلت لهم انا ب انا معلمه وانا معايا الخريطه اهي أنا عارف الناس لي ايوه انت أيوة بتمشي بالليل تبص على عربيات الناس ليه؟ عنده كان مبادئ اه, آه ما كان مش هيفهموا الكلام ده فقلت له والله ما انا بحب قال لي انت ليه تبص على عربيات الناس؟ هو لو كان موجود دلوقتي حبيبي كان شاف بقى هي الناس بتجيب العربيات عشان يتبص عليها مش شيء على سؤال تاني اه عملت في حياتك اللقطه عملتها اكيد انك لما تعدي جنب مبنى ازاز ده لسه النهارده الصبح ده أساس. يا جماعه يا جماعه ولا آه. ده اساسي تعدي. ده لازم بص في ما في 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 مناطق كده فيها كذا مبنى ازاز اول ما بتشوفه بتهدي وتروح بص من المرايه على العربيه انت لو العربيه اللي جنبك مغسوله كويس وفيها ريفليكشن هبص برضه اه تعدي ممكن. تروح باصص كده وبعدين تهدي قوي انت معدي لوه. ايوه وتروح ده في اللي <applause> ايوه لا لا الـ 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 الصيف دلوقتي هو اللي اتطور قوي يعني شفت أوه. العربيات دلوقتي بقت عامله ازاي بقى في المصيف جميله بس اقول لك حاجه الارقام المميزه اقول لك حاجه ايه رايك ايه رايك في في شكل دلوقتي جامد بصراحه مبسوط ان احنا ان كان عندنا عندنا حته شكلها حلو دلوقتي حلوه ومبسوط ان احنا عربياتنا حلوه وعندنا فيديوهات طالعه للناس بره بتتفرج علينا شكلها حلو بس بص احنا فاكرين عربيات كتير هل بعد كام سنه الشباب الاصغر مننا دلوقتي هيفتكر يقول مثلا آه ويكا كان عنده كذا وتامر كان عنده كذا وفلان كان عنده كذا ولا المفروض <applause> بقى ولا ولا عشان هم حاجات كترت اه الحاجات, كترت. الحاجات احنا, كترت. احنا كنا فاكرين هو واحد كان عنده عربيه اثنين أيوه عندهم عربيه عندك حق انت عشان حد يفتكرك لازم يفتكر ان عندك يعني بص انت افتكرت افتكرت عربيه مش غاليه ايوه كان بس كان عملت حاجه مميزه حطيت جنت كبير ووطيتها في الارض أيوه وكنت حاطط بدله تايقون ورا ليه مش كنت بقى بتكون يا ابني انا انت كنت رياضي على فكره وما زلت بس عايز عايز اقول لك والله اه انا بشوفك ما شاء الله يعني في اللي بتحس ان انت مهتم بالحته دي نفسي انا اهتم بيها فيش احلى من فطيره مشكل جبن او فطيره بسطرمه بعد البودكاست ممكن بعد البودكاست بس ما بقاش في حد جامد كل ما, مش لاقي انا بتاع في واحد كويس يبقى نطلع عليه مشكل مش جبن عنده كله والله على الطريق بره قبل دخل عنده كذا فرع قبل دخل القريه عنده قبل دخل القريه وعنده عارفه عارفه هو كويس اه عنده كذا واحد والله جوعنا والله صح والله جوعنا عايز عايز واحده مشكل جبن وواحده ممكن نجيب بسطرمى بس ما انت قاعد على البحر لا انا مش مقتنع ان يعني الفطير يتاكل على البحر بصراحه اي حاجه تأكل. يا ابني الناس كانت بتاكل محشي على البحر هيرمل معاك ليه وانت هتاكله في الرمل ما الهوا لو الهوا جاب لا ليه. لا ما بقى فطير على البحر كده وجاي ما كنا بناكل بيتزا على البحر صح بقى بيبزي على اه وبرجر على البحر خلاص يا تامر و... وفي ناس بتاكل اللي هي الحاجات البحريه دي كلها على البحر الب... الب... ما بحبهمش انا الحاجات الجندفلي. دي جندوفلي بتحبش الجندوفلي؟ لا 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 حلو يعني مش... لذيذ بس المهم يبقى معمول نظيف ماشي سكتي انا الحاجات انا بتاع الحاجات اللي بتتخن بس ايوه اه فطير فاهم انت كان ليك مشاركات في السباقات كتير انت في, في الساحل بس بقى والساحل والعجمي كمان بس بقى اصل انا انت فاهم انا كنت انا انا متفرج طول عمري في موضوع السباقات ده انت كنت تحب تروح تبنكش كان في سباقين مهمين قوي بطوله اوتو كروس لا 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 اوتو كروس ده لما كبرنا ماشي كان قبليه برضه نفس الشركه بتنظم سباق تاني أوه. في العجمي على البحر أوه. بيتش باجي عجل سكيب بورد بجد ده في العجمي؟ أيوة. كان فين في العجمي؟ بيطاش شفت مع اه هنقول اسامي حاجات كلها كان في مكان سهر ايوه خلاص خش من جنبه الشارع الضيق ده على البحر على البحر في فيلا كنا من بنخاف منها فاكرها الفيلا اللي كنا بنخاف منها على كلها شجر العجمي كلها لا في فيلا اللي كان فيها شجر المانجا اللي كنا بننط ننزل ايه ده ايه ده معرفش إيه كنا بننط نتفرج على شجره <applause> المانجا وبنشتري مانجا انت <applause> كنت ناك... كنت بتسرق المانجا هو مش بنسرقها بس بنت... بتدوقها بس كواليتي كنترول أ... وكلها بايظه هو الراجل كان سايبها لانها كانت كلها طعمها <applause> وحش يعني طبعا ما تنفعش تاخدها من كانت شجره ولا كلمه ده مانجا ايه تعرف نوعها؟ وكان كل الناس كانت بتحكي قصه على البيت ده ان في حاجه كان قدام بيتنا بالظبط في بيت كده اشباح بالظبط <تسجل> اشباح وبيطلعوا بالليل آه وياكلوا المانجا وهم اللي يعني. آه واحنا ايه اشباح ايه اللي بياكلوا مانجا دي؟ <applause> 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 اسمعلويه <applause> 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 لا السباقات كان كان ليه اسم غريب قوي سباق العجمي ده مش هينفع اعلان لا لا اعلان <applause> غير خلاص المصنع اتحرق لا موجود لا لا ايوه الشركه موجوده بتعمل لبان بطلوا الجريكويه هو بتعمل لبان بطلوا يعملوا جريكويه لو تعرف حد فيهم قول لهم يرجعوش يقول والله العظيم بطوله الشمعدان انا كان في بقى بيت قصر شفت قصر طاهر الورى قبل كده ده كان ده ب... كان في العجمي ده جنب بيتنا ده ده كان بالنسبه لي بطوله الشمعدان ده اسطوره اه حد شاف يكلمني كل انا, ما... أنا اصلا مدرسه الكتاكيت وانت عارف انت لغايه دلوقتي موضوع الكتاكيت انا لسه وانا جاي من المانيا ماكل كل الناس اللي كانت معايا وانا بجرب عربيات قال لي ايه ده قلت له اتس لوكال براند لوكال قال لي بس جميل وبعدين انت الراجل ده اسطوره انت شفت عربيه الرادي بتاعتي لونها كتاكيت اصلا طب ما تفكرش والله تتكلم معاهم كتاكيتو اه هكتب العربيه من ضمن سبونسرز أه. كتاكيتو يعني مع احترامي هو براند جميل وبحترمه أه والله حتى هتسمع حلو يعني. انا كنت عايز اسميها كتاكيتو بس تيم مانجر شتمني قفل في وشي وانا بكلمه قلت طيب له بقول لك يا استاذ فهمي ايه رايك نسمي العربيه كتاكيتو فهمي فاهم بعدين اتصلت بيه تاني قال لي انت متخلف يا ابني انت كتاكيتو يعني هيقولوا كتاكيتو داخلة على الفينش لاين بس كتاكيتو نسمع سقف كتاكيتو عطلت <applause> كتاكيتو كتاكيتو هو طب احنا عايزين ندي نصايح للناس تقنية عشان ياخدوا بالهم من نفسهم على الطريق تنصحهم بايه؟ اول نصيحه بس ما تسمعش نصيحه اقول لك يعني من احنا الحمد لله ربنا ادانا فرصه كويسه ان ناخد شويه خبره فبقينا بنشوف حاجات كويسه وتعلمنا حاجات كويسه الكاوتش مهم قوي تاكد كويتش. من ضغط الهواء ضغط الهواء قصه كبيره جدا. و... ولسه من كام يوم شايف فيديو يا جماعه لحد بيتكلم يقول لك بص يا باشا بقى في الصيف ما فيش حاجه اسمها صيف وشتاء في حاجه اسمها شركه عملت عربيه بمقاس كاوتش بجنط قد كده كاتبه كده لا صيف شتاء هي كاتبه لك صح. الحاجه الوحيده اللي بتغير فيها شخص او اتنين او ثلاثة جوه العربيه يعني لو انت صح. واحد تركب لوحدك زي حالتنا فانت ليك قياس إيه إيه معين لو عدد اكبر قياس ولما تيجي تتشيك على التايرز تشيك على التايرز الصبح بدري عربيه ما تكونش مشيت على قد ما تقدر اقرب محل كاوتش جنبك مم. يكون برضو حد مظبوط من المحلات المعروفه الكبيره عشان حاجه واحده بس ان مقياس الهواء شوف كم مره احنا حطينا مقياس هواء في الجلاش مقياس هواء مظبوط يديك قرايه مظبوطه بالظبط لإن العجل وهو ماشي مع المشي ده الهواء اللي جوه مع الاحتكاك بيتمدد فيديك قراية غلط. م. يعني كنا على فكرة احنا كنا بنعمل كده زمان واحنا صغيرين ما كناش فاهمين. تقف على البوابات قبل ما تطلع الطريق تحط بنزين وتظبط الهوا وبيطلع القراية غلط لإن أنت جاي من مشوار مثلا هو الموضوع مهم وحالة الكاوتش نفسها مهمة ونوع في ناس كتيرة برضو بتسترخص في الأنواع وبالذات بخاف عليهم الناس اللي هي بتبقى سرعتها عاليه يعني انا ضد ان هم يبقوا سرعتهم عاليه في السواقه بس انت لاعبات الجامده دلوقتي اه, آه، الكاوتش ده حاجه مست... لسه لسه امبارح واحد صاحبنا وانت عارفه آه، فرده ضربت بيه على على الطريق بسبب ان هو كان ماشي بسرعه قوي وربنا بيستر في الحاجات زي كده انت ف... ان الانفجار الفرده دي ليها كذا تحليل انت عارف عشان حته الكاوتش دي مذاكر قوي آه. لان لو الفرده تاريخها انتهى اتخزنت غلط أوه. جايب الفرده ممكن تكون فرده لا واحد. وخلي بالك هي غير الكاوتش هي فكره الصيانه اللي قبل الصيف دي مهمه قوي يعني طبعا. لازم الواحد يبقى مركز في كل حاجه في العربيه من بين بقى سيورك تكييفك اخر حاجه انت عايز تعملها في حياتك ان انت يبقى عندك مشكله في التكييف في وقت الصيف او انت على الطريق او بتاع فالصيانه بتاعه قبل طلعه المصيف دي مهمه قوي لان الضغط على العربيه على الطرق في الحر ده رايح راجع تاني والرطوبة يعني بتاع؟ كمان بتاعت الساحل والرطوبة بتاعت الساحل وبتاع محتاج ان يبقى دايما الدنيا والسرعات والسرعات يعني يعني خليك دايما اه خليك امشي ناس. بسرعة الطريق مش هتفرق كتير وهتنبسط وانت رايح اجازة وعايز تقضي وقت كويس وبعدين بتحب عربيتك فهتحافظ عليها اكتر بالظبط ما تخربش ما يحصلش اي حاجة وبلاش حد يمسك الحر الشمال عشان خاطري هو الحاره الشمال ده المفروض في اي حته في العالم دي الحاره اللي هي السريعه بس اللي بس لا عايز يتجاوز يطلع من الحاره اليمين يطلع يروح راجع تاني احنا بنعمل العكس في مصر اللي عايز يتجاوز بيروح من اليمين بيمسك اليمين. يعني خلينا نقول دايما ايه خد المعلومه ممكن كذا حد يقول مش واخد باله آه بس عبدا. خلينا نقول ان دايما أأمن كمان ليك خليك في الحاره في, الحرر في الحاره الشمال في الحاره اللي في النص او اللي في النص <applause> لا انا انا مبسوط والله آه احنا بقالنا كتير ما قعدناش القعده دي انا أوي. اولا أنا عايز والله اقول له وي شكرا انهم قعدونا القعده الحلوه دي اه بس انا انا عايز الصيف كده ما هو والله هو الصيف كده لا انت في التكييف الف... ده في ال... مش انا ما بقيتش افرك خلاص اه تعالى اقعد لك هنا وبعدين الساحل في الايام الاسبوع العاديه احلى من الويك ما هو في اكل في شغل يا عم شغل ايه ما احنا ما البرنامج ده هو يوم في الاسبوع مش بنصور بقى معلش معلش حاضر, حاضر حاضر بس حاضر. هو اه فعلا زي ما تامر قال احنا بسطنا بصراحه وبنشكر وي ووي دايما معايا يعني انا عملت معاهم حاجات قبل كده كلها متعلقه بالفرهضه في السحر نزلوني ويج بورد فاول مره اعمل معاهم حاجه وتبقى الدنيا جميله وقلت لهم تامر كده كده بتاع وعفره وحاجات كده بس برضو أوه. ايه وقعدني جوه اوضه ازاز اه اه برضو النهارده ملوكي ميرسي كتير فشكرا تامر شكرا وي طولنا عليكم كل سنه طيبين مصيف حلو بلاش الشتاء ايه تاني؟ يا اي قاعدة هتقعدها تطلب فيها ح... تطلب فيها حاجه ماتشا ماتشه اه خلاص الحلقه دي ماتشا قوي آه وانت بوبا بوبا, بوبا دي هتتفهم غلط شايفها شايفها كل سنه طيبين